مرحبا بكم في سيرينا بالنسبة للقناة لترقي استيعاب أربع ست فروع للمنتجات السياحية. فيما يخص إحصاء تدريب مدينة بوحدة 70,363 سائح، فيما يخص الأجانب عن 21,251 سائح أجار المدينة. الأولى هذه اللي هي 100 مليون دينار جزائري، لا رياليزاسيون 515.22 مليون دينار جزائري. السلام عليكم. في حكم السبعين تحيا طور التحرير والنور منكم بعض الشهداء نعرف حقينا غيركم جاي منها انتم أصحاب الفضل معنا. البيت هذا أي بيت أرمل الشهيد بطل الشهيد حميد القاسم، شهيد ضحى بحياته على أثناء التعذيب وقال لهم أنا أتحمل مسؤولية الشباب هذا كامل يتجمع. كاين الناس ما جات منهم عايشة حتى اليوم، كاين اللي عاشوا بعد الثورة، وهو ضحى على أولاده خلى خمسة يتيم. أمين السر تاعو كانت أخته حمية مسعودة، سمين عليها جميع الاستقامة الجامعية البنات هنا في الواد. كانت أمين السر وكانت ما تدرس القرآن الكريم للنساء. استغلت شبكة الدولة، كانت شبكة منطبقة 100% لأنها شبكة نسوية مشاركة. الأخرى بفضل كبير يرجع لها ليها. كان هذا أوماج صغير لها هي، سمينا عليها دار الداية. الداية هذه كلمة سيد الوزير القبائل يقولوها ماس، يجي أخرى يقولهم وي ما يقولوا ما، هي في الواد الداية حوش الداية. الداية هذا سميناها دار الداية، ما بدلنا والو، كانت مسمية روحها مادام كي كانت هي حية. الله يخليك. هذه حمية مسعودة سيد الوزير نرجع لك، كتبها محمد صالح صديق مفتي تاع ميروش في كتابه رحلة في حياة امرأة، بطلات في مواكب الشهداء، ذكرها مع فاطمة زومر، ذكرها مع لالا فاطمة زومر، مع حسيبة بن بولي، مع عائشة حسني، كثيرة في تاريخ الجزائر. حمية مسعودة كانت ما بيناتهم الحمد لله. الله يخليك. نتمنى في كل شيء اللي شاركنا فيه عدة فنانين جزائريين، أعطيناه طبق محلي، طابع محلي وجزائري 100%. كل شيء تاعنا حاولنا نبينوه حتى تلوح الجزائر. لا ريجيون دي زوازيس. هذا من صنع هنا جماعه الجهه، هما مازالوا يخدموا حتى الان، كانوا خدموا بكري 1902 فالي دي بوب لا غران بوست سي لا فامي غاغا سي دي سي في جينا استقبلوها هنا. هذه اول محطه تاعنا. مدام فيهم بالضبط تاعهم وروحهم، لكن عبر العباد عرفهم اليوم كانوا ساكنين وكانوا يدوروا وكانوا يعملوا، كانوا في الجزائر كامله وساكنين، كانوا يقولوا لك هذا الارض مالوح كانت هنا الارض هذا، وكانت كلها ترى ورمل ونفس الطابع هذا، انا اللي اليوم حسيت برك شويه، لقيتها طبعا اخوها جون اي او بطريقه ما تكونش عشوائيه، شوف هذا اسمع للزجاج، هذا هو الصف كله مخدوم بانامل جزائريه 100%. كان فنانين هما اول من اقام عندنا هو الفنانين، جاو كامل وخديناهم وعطيناهم الفرصه انهم يبينوا.
حمرات زاد كبير. السيد الوزير ثاني الواد ولا منتج كبير للسياحه العلاجيه هنا. الحمد لله يا ربي شفنا بزاف جاو هنا. السيد الوزير على المنطقه الاسيا وصعيبه الاخر يسمي زوطخول وعندي فيديو هناك اللي تطرح. تفضل الواد كلهم نتكلم على الواد. في مكتبة في ألمانيا عاودت لي وجبتوه في مكانه لكن الغرف عندي عند مكانه في الغرف اللي هو بعيدة اللي طلبوا زي الوزير كلها بسمع مخدومة الفنان الجزائري لكن كان لينا إذا كان داخل الهوية تاعنا هذو أصحاب ديناموكي دو كونستانتين دو بولتي ومارجيري حاولنا نبينوا كلنا نوضا في الوزير هذا كيف سيكون مرتبنا جزائري سيد وزير أنا مش عيشها يدك كاكس كافيها أكسسيبلو فيما أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة يبدو يدخلوا كتب لنا مكتب لكم مدينة صغيرة كتب لنا سيبا سنتيمات أصدر ويجمع أوتونومي كل أكرمكم الله بل إطامي ناجي كل المصنع الجزائري شربوا معني سبع هنايا ولا جمعية ولا غير شاركونا ندوا معاهم نزيدوا لهم المغرب الخباز المعجون الزبدة كل شيء ونحضر وبيتكم بيجرام ولا وقت معين ولا نقدروا نديروا ونقدروا المكان سيت اون كونفونسمون ديال السيد الوزير حنا سيت اون ادابتاسيون ا سيت كونفونس باسكو اون فاتر اون فوزمون ديال لا كونفونس سيت كونفونس ديال الواقع اون كوري سيريوس سعطونا فخر وشرف الواد ولا في المنطقة واحد ولا في الجزائر هذه رصاد الماء سيراميك سيد الوزير كل غرفة عطينا لها الرسم تاعها بما انه مختوم يدوي حتى الوكالات ما يجيبوا لنا هما هما يبرمجوا حنا عندنا هنايا لا لا حتى حنا نقترحوا هنايا السفاري مثلا عندنا السفاري تعرفوهم هنايا كيكون قلت لك عوامل طبيعيه صعيبه باش يخرج الطبيعه لبرا ولا عندنا اماكن دوك نشوفوها وتقدر دير الملاك تقدر دير كل شيء فيها لي طابلو اللي قلت لك فيها لا ريكوبيراسيون نرجعوا للايكولوجي سيد الوزير وعطيناها طابع من احسن محلي واحسن جديد احسن جديد شوف كي تشوف هكا جزائري واحسن جديد وكنا نروحوا حتى باش نشروا لامبورتي ولا حاجه ولا ما عنده حتى معنى قدام هذا الاخر سيد الوزير الغرف تاعنا فيها السيرشوب فيها الحديد فيها لا طابلا ريباسي فيها الصلايه فيها القبله فيها المصحف فيها كل شيء فكرنا في كلش باش يكون الضيف تاعنا يكون في دار ما يكونش هذه سيد الوزير مثلا على سبيل المثال عمرها اكثر من 60 ولا 70 سنه هذا فرش العروسه بكري تديه محليات بالسوق تفضل تقدر تمس مصحف اوتيل وفين ملا كل شيء كل شيء سيد الوزير باليتري تاع نوتيل نوتيل استاذ ستاندار هذول لي زارتيست تاعهم تحيوهم من جهتهم لانه ساكريفيس كبير باش تجيب انت واحد من قسنطينه ولا من قصبه ولا من تلمسان
في الداخل ويكون كلش الداخل وكل اسم الله اعطيناهم لمسه صنع الجلد هذا وين رانا نعدو نعطو لهم اللي يقدروا يخدموا. يحتوي الفندق على 30 غرفة وثلاث تفضيلة صغيرة برك حتى واحد من العرب مرحبا بكم في مدينة قمار أهل الجود والكرم. هذه أكلتنا التقليدية المتميزة بها المنطقة، ما شاء الله عندنا زخم كبير جدا جدا من الأكلات التقليدية وما نحبوهاش تندثر، نحبو نحافظوا على الأصالة. هذه شخشوخة، هذه شخشوخة، هذا رفيس بالكسرة والعسل والزبد، هذا برطلاق كسكسي مسكين عنده، هذا كسكسي برطلاق كسرة وفلفل عصيدة عصيدة بالسميد والصوص، هذه شخشوخة، هذه كسرة وتشيشة، هذه شخشوخة. ما عندكم انواع كثيره تاع الشخشوخه؟ عندنا كاينه بالقرعه وكاينه بالكولجيت كاينه بالحمص والصوص، هذا مفور برطلان، هذه رغيده الكوكس، هذا كوكس احمر بالكابيه، هذه سفه، هذه مطابيق كسرة، هذا سفريت، هذيك ملاوي خبز الشعير. شكرا لك. الوغ السلام عليكم، معكم زيزي نازيم سوبرفيزور ميديكال تاع لا سارليتو الماتيريال ميديكال. حنا شركه مختصه في لوفر في الماتيريال ميديكال، نمثلوا لي جام كومبوني ستار كير، وان شاء الله راح نكونوا بريزون في الهيلث كير دو 5 و 7 ديسمبر 2024. راحين نكسبوزو فيه باذن الله كامل الماتيريال تاعنا اون بارتيكولي لو كونسومابل اللي هي حاجه جديده تاعنا بديناها من 2023، يعني نجيبو من كل شيء، عندنا اكثر من 8000 برودوي، دونك مرحبا بكم وزورونا ان شاء الله. عندنا كما ذكرنا انه قمار معروفه بمدينه العلم والعلماء، هنا هذه الشخصيات هذه البصائر، هذه الشخصيات بالاحمر الشيخ حوري والشيخ محمد طاهر، هذه الشخصيات كانوا يتمدوا على مستوى الولايات من اجل اعطاء دروس للبعض، يعني كانت جمعيه العلماء باش تكشف الخبايا تاع الحسن، فبالتالي كانوا العلماء يتمدوا على مستوى الولايات. هنا زيني عندنا ورقة مهمة، هذا نداء، هذا من ناحية عسكرية الأولى، يعني تم صوت في الحرب الجزائرية في العالم الجميع، هذه البساطة كان باش يجيبوا ليسوا هذا. هذه تحت المسجل تاع المنتخب الناسيونال، وتحت
مستعجل شيء ما عرفش ندير. فالمحافظه على الالوان ومحافظه على الكروه. بون نحن عندنا العديد من التفسير على الكروه هذه، لانه كان الاول القصه اللي اقرب لها هو انه اول اخوه الاتراك كانوا هنا دون المنزل النسيج، داروا في ويتشوف انه انه هذا على جميع خدمه الرجال، معناتها داروا الكروه هذه وجسدوا المدينه تاع كمار والابواب تاعها. وكان لا فيرسيون اخرى انه لا فيرسيون تاع الكريتيان او كذا.